الخطأ في هذه اللحظات. يعقوب سيدي بالاي 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 الى تودا، تودا الى بالاي، تودا مرة اخرى، وبالاي بالاي يحافظ على كرته من بين الدفاعات، بالاي وبالاي في التنفيذ لك، وكرة كرة تهتز بها الشباك. يا الله يا الله، كيف لك هذا يا تودا؟ تودا وبالاي وثنائيات رائعة، ثنائية انتهت في الشباك عن طريق بالاي المتميز. كنت اتوقع ان يكون بالاي وتودا ضمن المساهمان في اي هدف بالنسبة لأفسن واديب هذا المساء، وبالفعل جاء الهدف الثاني عن طريق بالاي وعن طريق تودا. ثنائيات متبادلة ما بين بالاي وتودا اثمرت هدفا ثانيا، اثمرت هدفا عمق جراح الزيمبابويين واكد تفوق أفسن واديب. أفسن واديب في امس الحاجة الى نتيجة كبيرة قبل مباراة الاياب، قبل بداية شهر نوفمبر، قبل العاصمة هراري، من أجل قطع شوط كبير نحو التأهل في سابقة من نوعها إلى الدور 16 من كأس الاتحاد الإفريقي، إن كتب وتحقق ذلك. هنا نشاهد تودا، نشاهد بالاي مرة أخرى بين أربعة عناصر من الدفاع. عاد الكرة إلى تودا مرة أخرى، وتودا لم يتوانى في إعادة الكرة إلى بالاي الذي أودعها في الشباك، والرونالد